السلام عليكم البنات، اليوم غندير معكم الكرواسة خبيزات. كنحتاجو ليها كيلو فورس اللي غربلتو مزيان، كيلو فورس، ثلاثة البيضات، كاس ونص ديال الزيت، وقية ونص ديال الزبدة، كاسونس ديال السنيدة، خميرة المعجونة، وخمارة، والسيترو ديال الحليب فيضناه وخليناه حتى برد. دابا غادا ندوزو العجينة باش نخلطوها. غادي نديرو البيض، غادي نديرو الزيت، غادي نديرو السنيدة، غنديرو الزبدة. ملي عملنا الزبدة غادي نديرو خمارة، وغادي نديرو الخميرة المعجونة، وغنبداو نديرو في الحليب بشوية بشوية. غادي نخلوها تعجن مزيان، ومن بعد غادي نخليوها واحد ساعتين تقريبا تخمر، اللي رجع غادي نديروها كريسات. ها هي كتعجن لينا مزيان، خاصها تدلك مزيان. من بعد ما تعجنت لينا العجينة، دلكت لينا مزيان، هانتوما كي كتشوفوا، دهنا هاد المول، دهناه بالزيت، ودابا غادا نديرو فيه العجينة. وغنخلوها تخمر، هانتوما كي كتشوفوا غنخلوها تخمر واحد تقريبا ساعتين ولا ساعتين ونص، ونرجع معكم ان شاء الله. الكرواسه هانتوما تالين طلعات. كاين عندنا هنا بيضه درت معها شويه الخل والججلان باش نديرو فوق من الكرواسه، وهنا درنا الزيت باش نديرو في يدينا باش نبسطو الكرواسه. دابا غادا نحيدو الهواء من الكرواسه، الهواء اللي كيكون في الوسط نحيدوه. دابا كنديروهم كويرات، هانتوما كي كتشوفوا، وكنشدهم وكنحطهم هنايا باش شويه كيترخاو ليا بما طلقت ليا العجينه. كنبسطها بحال هكا، هانتوما كتشوفوا، كندهن يديا بالزيت كنبسطها. هذه هي الطريقه ديالي انا، كنبسطها وكنحطها في الطاوله وكنخليها حتى كتخمر. اللي كندير ليها وكن ملي كنبسطها كندير لها البيض والجنجلان ونخليها حتى تخمر وكنديرها في الفران. ها انتما الكرواسه ملي درتها كريسات، ها انتما كتشوفوا، دابا غادا ندير لها البيض
وندير لها الجلجلان ونخليها تخمر. ملي تخمر غادي نوريكم كي دايره، اللي غادي ندخلها للفران باش تطيب. احنا دابا كنديروا لها البيض، وغادي نديروا الجلجلان. ونخلوها تخمر ونرجع معكم ان شاء الله. ها انتما من بعد ما خمرت لينا الكرواسه وطيبتها كتجي على هذا الشكل بالصحه والراحه.